ازاي هنشوف لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع هتعرف موقفك القانوني ايه، وبعد كده نشوف الحكم اللي هيدر عشرات الملايين بالجنيه والدولار على خزائن الدولة اللي صدر مؤخرا. تساءل عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية عن مدى قانونية حيازة الدولار وباقي العملات الأجنبية في مصر، خاصة مع توالي سقوط عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، وقد أباح المشرع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة. وقال المحامي بالنقد والدستورية العليا محمد حامد سالم لمصراوي أن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وأن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية، فعلى سبيل المثال لو كان بحيازة أي مواطن 100 دولار فلن يمثل ذلك أي إشكالية بالنسبة له. لو شخص ألقي القبض عليه بتهمة حيازة دولارات سيكون بإمكانه إثبات مصدر هذه الدولارات ولا يعاقب على مثل هذه الأمور. وتابع: ومع ذلك يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي اللي هو شراء وبيع بشكل منتظم. ولفت إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يعتبر جريمة، وهو ما أوقع عدد من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في مصر الفترة الماضية. وقال إن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يجرم حيازة الدولار، حيث ينص أنه كل من كان مالكا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي يحتفظ بحيازته. وتابع أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، موضحا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، بحيث يجب أن يكون الشخص معتادا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل اعتيادي حتى يعاقب على حيازتها. وبالتالي فإن المشرع يكون قد أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال اللي هي أعمال البنوك في حدود سند إنشائها. وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث أن تلك الجرائم وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين. وتواصل الحكومة المصرية عبر الجهات المعنية اتخاذ الخطوات القانونية ضد المتلاعبين بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي. أما بخصوص الحكم اللي هيدر ملايين الجنيهات والدولارات على خزانة الدولة، تعالوا نشوف تفاصيله. نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183 مليون جنيه و104 ألف دولار. وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأن وقائع النزاع بدأت بإقامة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوى رقم 102 لسنة 2012 كلي تجاري الإسكندرية بطلب الحكم
بإلزام المدعى عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها بجلسة 18 إبريل 2023. حكمت المحكمة بالحكم السابق فطعن عليه المدعي عليهما بالاستئنافين رقم 292 و293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية، وقرت المحكمة برفضهما وتأييد حكم أول درجة تأسيسا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه وأسباب وأسانيد مؤيدة للدعوة. وذكرت الهيئة أنه يترتب على الحكم إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183 مليون جنيه و23 ألف و616 جنيه و14 قرش، قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104,137 دولارا أمريكيا و93 سنتا أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.